العام مجلس الأعلى للأسعار. قلت لي حضراتكم أيضا أنه سيد الرئيس النهاردة اعتمد قانون الجمارك. طيب هو قانون الجمارك ده هيبقى مفيد في إيه؟ يعني المزايا اللي في القانون تحديدا احنا بنتكلم ليه؟ بنلاقي مشاكل الفترات اللي فاتت كتيرة قوي فيما يتعلق بالجمارك وبنلاقي شكاوى كتير. هل القانون ده هيحل لنا بعض المشاكل بنسبة كبيرة ولا كمان هيبقى مفيد بالنسبة للمواطن؟ هيعود على المواطن الفايدة بإيه؟ خليني أرحب ب أستاذ الشحات غاتوري وكيل أول وزارة المالية ورئيس المكتب الفني لمصلحة الجمارك. أستاذ شحات مساء الخير يا فندم. أهلا بك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك فندم. حضرتك النهاردة سيادة الرئيس وقع على قانون الجمارك الجديد. أهم مزايا هذا القانون بالنسبة للمواطن وبالنسبة لي نتكلم بقى على الجمارك بشكل عام، من يتعامل مع الجمارك؟ تمام، هو زي ما سيادتك بتقول كده، سيادة الرئيس وقع قانون اللي هو صدر برقم 207/2020. أيوه. دوت كان محتاج فترة طويلة من الإعداد والتناقش والتحاور مع المجتمع التجاري بكامله وكل الجهات والوزارات ذات الصلة. صدر القانون إن شاء الله متكامل. القانون كان بيركز على سرعة الإفراج وتيسير الإجراءات حتى تكون المواني بوابات عبور للجمارك وليس مخازن كما هي الآن. مش مخازن للبضائع إنها يكون في تكدس وتعطيل لحاجة التجارة، ولكن كان مراعي ان ان المواني عبور الوارده. التليفون بيقطع، انا مش سامعاك كويس قوي. بقول ان هو القانون مركز على ان المواني تصبح بوابات عبور البضائع الوارده والصادره دون وجود تكدس او تاخير في الافراج. يعني فقط هو هيفض التكدس ولا في تيسيرات بشكل اسرع؟ عيوني التكدس، وده من خلال مثلا التخليص المسبق بحيث ان يمكن للمستورد او المستثمر انه يتقدم للافراج بصور المستندات قبل شحن قبل وصول البضائع للبلاد او حتى قبل شحنها، بحيث يخلص عيونه كل اجراءاته وسدد الضرائب والرسوم المقرره، وعند الوصول يتم المطابقه فقط على المستندات، فان كانت مطابقه يتم الادراك فورا في اللحظات، وإن كانت غير مطابقة فتتخذ الإجراءات المقررة. كما اعتمد هذا القانون أيضا نظام إلكتروني في تتبع البضائع أثناء انتقالها بدلا من الأنظمة اليدوية أو الأنظمة النظرية، واعتمد حجيته مستند إلكتروني والتبادل الإلكتروني للمستندات وأرشفة المستندات إلكترونيا بحيث نستقبل المنافسات والمستندات الواردة إلكترونيا بدلا من استلمها كورق او ورقيا لسرعه الافراج. وبالتالي يعني اتاح برضو ان احنا دلوقتي عندنا النافذه الواحده شغاله، بدات في القاهره، نعم، وبورسعيد شرق وغرب وسمينه السخنه، وبدات اسكندريه تجريبي من يومين وثلاث ايام. النافذه الواحده مقتضاها ان المستورد او المستثمر اللي قدم للافراج عن ده هيوفر في الوقت. استاذ شحات هيوفر في الوقت، هيمنع التكدس، هيوفر في الوقت وهيوفر مجهود على المستورد اللي هيقلل له التكلفه اللي هتبقى، وبالتالي هيقلل التكلفه على المستورد، على المستورد وبالتالي على الصانع، وبالتالي هتقل على المواطن وهتقل وهتدي للصانع فرصه او المنتج فرصه في التصدير عشان يقدر ينافس. ده اللي انا عايز اسمعه من حضرتك، ده اللي يعني الكلام اللي فات على عيني وعلى راسي زي الفل، بس الكلام اللي حضرتك بتقوله ده اللغه المبسطه اللي نقدر نفهم منها القانون هيضيف ايه. يبقى احنا بنتكلم على المواطن، قد او نتمنى ان الدنيا ترخص شويه بناء على التخفيضات والتيسيرات اللي هتحصل نتيجه السرعه وعدم التكدس، مش كده برضه؟ ان شاء الله. وعلى الصانع ايضا. تمام، بالنسبه على الصانع وعلى المستورد وعلى المواطن. تمام، اللي حابب اضيفه بالنسبه للمواطن أيه. القانون برضه مراعي البعد الاجتماعي، يعني مثلا المستشفيات الحكوميه والجامعيه، الادويه اللي جايلها والمستلزمات الطبيه والالبان الاطفال وما شابه ذلك. نظرا للاستحقاقات الدستوريه اللي في الدستور الموجود، ايوه، نص على اعفائها واكد على هذا بانها تكون معفيه فورا بدلا من الاجراءات الطويله اللي كانت بتاخدها.
معفية من ايه؟ علشان ده خبر في غاية الأهمية. معفية من الضريبة الجمركية. معفية من الضريبة الجمركية. كل اللي حضرتك قلته ده معفي من الضرائب الجمركية. طبعا. في حاجة تاني معفية بعد إذن حضرتك أستاذ شحات؟ هو القانون أكد على الإعفاءات الموجودة حاليا عشان يبقى في مراكز مستقرة، في قوانين صدرت زي ذوي الإعاقة مثلا 10/2018، فهو أبقى على أي إعفاءات صدرت سابقا عشان يكون في استقرار في الأوضاع، ونص برضه على احترام الإعفاءات الموجودة في الاتفاقيات الدولية. تمام. ووضع نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية لسرعة الفصل فيها. تمام. تكون في تظلم، ثم إذا اتحل سريعا في التظلم اللي قدام لجنة محايدة من الجمرك كان بها متحكم نظام تحكيم ده عادل. نعم. نعم. في عضو محايد من خارج المصلحه، يبقى عضو من المصلحه، عضو من عند صاحب الشأن. تمام. عضو محايد اخر. انا اصلي بحاول اسمع حضرتك بالعافيه استاذ شحات، لكن مهمه جدا الفئات المعفيه اللي حضرتك قلتها.